الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا أحبة الفضلاء في لقائنا السابق عند قول الناظم صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين. قبل البدء طبعا احنا انتهينا من صفة الصفير وكنا قد بدأنا في صفة القلقلة أليس كذلك؟ طيب في أحد الإخوة بعد ما أنهينا هذا الدرس بيسألني سؤال كنا في الإذلاق والإصمات بس هو ما حضرش أنا مش شايفه قدامي كان بيسأل سؤال في الإذلاق والإصمات بيقول إني الإسحاق موجودة في القرآن وكلها من حروف الإيه الإصمات ولا يوجد فيها حرف من أحرف الإيه من أحرف الإذلاق مش كده كان كاملة كده ما فيهاش حرف إذلاق لأن احنا عندنا إيه فراء من لب. طيب ما هو ده أساسا اسم أعجمي ده فيها حاجتين اسم أعجمي هذه ناحية وفيها الألف لأن الإمام مكي رحمة الله عليه قال الألف خرجت من الحروف فأي كلمة لا يوجد فيها حرف إذلاق أي كلمة لا يوجد فيها حرف إذلاق أو الألف تعتبر أصلها إيه أصلها غير عربية أعجمية. وإحنا عندنا من أسماء الأنبياء ما فيش عربي إلا مين أربعة مش كده هم مين آدم منهم لا آدم منهم ها محمد صلى الله عليه وسلم وشعيب وإسماعيل إسماعيل أصله عربي إسماعيل مش عربي هو إسماعيل عربي إسماعيل تزوج بعربية ولذلك هم مش قسموا العرب إلى ثلاثة عرب بائدة وعرب عاربة وعرب مستعربة. العرب البائدة اللي هي ايه ثمود وقوم صالح وقوم سيدنا ايه طيب والعرب العرب العاربة الذين يرجعون الى يعرب ابن يشجب ابن قحطان. فلما سيدنا اسماعيل وجد في هذا المكان وشب وكبر بين هؤلاء تزوج من واحدة من قبيلة جرهمية. إنما يعني لما يرجع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أصله أصل مش من يرجع إلى العرب الإيه إلى العرب العاربة ويرجع إلى العرب الإيه مستعربة وليست عاربة. القحطين يرجعوا إلى إيه إلى عرب عاربة. المهم إني في كلمات كثيرة يعني هو الشيخ الأنصاري لم يذكر من الأسماء الأعجمية لكلمة عسجد قال عسجد اسم لذهب. جه واحد تاني في الشرح قال ايه عسطوس اللي هو اسم لشجر. انما انا كنت فيه حاجات كتيرة بس ما كانش فيه مقام للكلام فيها. الكلمة الموجودة في القرآن في كلمات في القرآن الكريم ليست عربية قسورة استبرق كل يعني في كلمات في كتب جمعت الكلمات الايه التي وجدت في في من الكلمات التي ذكرها العلماء لم يدخلها إذلاق يقول لك إيه شوذق هي كلمة كلها إصمات إيه شوذق ده قال لك اسم للصقر أو الشاهين
طيب كلمة تانية يقول لك إيه؟ ستوق. يعني إيه ستوق؟ يعني قال لك درهم رديء أو رديء، معناها رديء خلاص. التاني يقول لك إيه؟ السغد. وطبعا دي مش بالتشديد، هتبقى رباعي بالإيه؟ بالتشديد، السغد. فطبعا كلمة إسحاق التي ذكرها الأخ اللي هو سأل، أو لفظة اسم إسحاق أصله ما إيه؟ أصله غير إيه؟ غير عربي. نعود إلى كلام الإمام رحمة الله عليه، قال قلقلة قطب جد. برضو نمشي بطريقة الإيه؟ غلق الأقواس عشان نتعلم. صفيرها صاد وزاي سين، اغلق علي قوسين. قلقلة قطب جد واللين، اللين دي مش معايا. قلقلة قطب جد، نغلق على ايه؟ قطب جد. القلقلة، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال قلقلة أي حروف القلقلة. وبرضو احنا اتكلمنا متهيألي خدنا الكلمات دي، خدنا كلام الأنصاري في اللقاء السابق، وخدنا حديث سيدنا علي اللي هو ايه؟ أقلقوا الايه؟ أقلقوا السيوف، أقلقوا السيوف في الغمد. قلقلة أي حروف القلقلة، ويقال لها اللقلقة خمسة يجمعها لفظ قطب جد بتخفيف الدال. والقلقلة واللقلقة لغة الحركة، سميت حروفها بذلك لأنها حين سكونها تقلقل وتلقلق عند خروجها، حتى يسمع لها نبرة قوية لما فيها من شدة الإيه؟ الصوت الصاعد بها. أق أب، وهو ده اللي هو بيسموه إيه؟ انفجار مجهور، هنيجي للكلام ده. نعم، الصاعد بها مع الضغط دون غيرها من الحروف. ده كلام شيخ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمة الله عليه. الشيخ مكي ابن أبي طالب قال، نأخذ من كلام المتقدمين، قال وإنما سميت بذلك لظهور صوت يشبه النبرة عند الوقف عليهن وإرادة إتمام النطق بهن، فذلك الصوت في الوقف عليهن أبين منه في الوصل، اللي بيسموها مراتب الإيه؟ مراتب القلقلة. يبقى إيه؟ وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا، اللي هو إيه؟ مراتب القلقلة بهن. وقيل أصل هذه الصفة للقاف، أصل صفة القلقلة للقاف. ولذلك هناك في الآخر خالص لما نيجي نشرح آخر الشاطبية، الإمام الشاطبي بيقول إيه؟ وأعرفهن القاف كل يعدها، اللي أعرف الإيه؟ أعرف الحروف الخمسة. وقيل أصل هذه الصفة للقاف لأنه ضغط عن موضعه فلا يقدر على الوقف عليه إلا مع صوت زائد لشدة ضغطه واستعلائه، ويشبهه في ذلك أخواته المذكورات معه. تقدر تطلع قاف؟ أق لازم تفتح، اللي هو بإيه؟ ما دي حروف انفجارية. ما احنا عندنا إيه؟ انفجاري مجهور، اللي هم علماء الأصوات قال لك انفجاري مجهور وانفجاري مهموس. اللي يجاوب على السؤال ده هيبقى له مكافأة مني من مؤلفاتي. الانفجار المهموس في أي الأحرف؟ تاء والكاف. أحسنت، تاء والكاف. هديك هدية، لوحة صفات الأصلية، التاء والكاف. ما هو انفجاري، بس انفجاري إيه؟ انفجاري مهموس أك، بس هنا إيه؟ بعد كده مش هيبقى صوت، هيبقى نفس. وأت مش هيجري صوت، هيجري نفس. إنما أق عندي بقى انفجاري، اللي هو الانفجاري المجهور، الانفجاري المجهور. سؤال مر كده وهيجي ده. نعم،
وقد قال، والكلام موصول للإمام مكي، وقد قال الخليل: القلقلة شدة الصياح، ارتفاع الصوت. وقال: اللقلقة شدة الصوت، اهو برضو هي فكأن الصوت يشتد عند الوقف على القاف، فسميت بذلك لهذا المعنى، وأضيف إليها أخواتها لما فيهن من ذلك الصوت الزائد عند الوقف عليهن. والقاف أبينها صوتا في الوقف لقربها من الحلق وقوتها في الاستعلاء. كل ما الحرف كان فيه عدد صفات قوة يبقى أقوى، كل ما كانت فيه صفات ضعف يبقى حرف إيه؟ ضعيف. يعني عدد انت ايه، شوف صفات القوة، الشدة والاستعلاء والصفير، كل هذه الايه والجهر، كل دي صفات ايه، صفات قوة. نعم، قلنا ان هذا الحروف دي حروف ايه، انفجارية. انفجارية ايه؟ ايه هو الانفجار؟ الغلق، الغلق والانفتاح بسرعة كده. أق لازم تفتح عشان يطلع الصوت. أب أب مفيش صوت. أط مفيش صوت. يبقى حرف إيه؟ انفجاري. الانفجاري اللي هو إيه؟ غلق محكم أمام الهواء وبعدين انفتاح إيه؟ انفتاح سريع. نعم. وطبعا إحنا عندنا الإيه؟ جريان النفس هيكون مع الانفجار الايه، وجريان الصوت مع الانفجار المجهور. يبقى الانفجار المجهور يجري معه الصوت، الانفجار المهموس يجري معه الايه، يجري معه النفس. طيب، مراتب القلقلة احنا هندخل بقى على مشاكل، في مشاكل بقى اللي هي شغالة بين الايه، بين الـ أهل الأداء. مراتب القلقلة، قال لك مراتب القلقلة صغيرة وكبيرة وكبرى أو صغير وكبير وأكبر. أولا الحروف الخمسة دي فيها قلقلة، سواء كانت ساكنة، يعني دي بيسموها من الصفات الإيه، من الصفات اللازمة، الحرف المتحرك فيه قلقلة، من الحروف الخمسة دي في قلقلة، فيه اهتزاز، ولكن بتتدرج. قالوا الايه، عندنا المراتب، اول مرتبة قالوا ايه، صغرى. الصغير اللي هو ايه، الساكن الموصول، الساكن الايه الموصول، زي ايه، يقنط. ايه كمان، بقطع يستبشرون، ها الحجر. لا انا بجيبها على ما محضر قدامي على ترتيب الايه، الخمسه، على ترتيب الخمسه، ها صدرك. طيب بعد كده بيجي لك الايه، اللي هي الكبيره. ايه الكبيره دي؟ ما احنا عندنا ايه، اللي هي صغيره وكبيره وأكبر. قال لك إيه، الموقوف عليه، زي إيه، أنا خلي بالك، قطب جد، أنا عايز الخمسة، الفلق، ها إيه، يبسط، ماشي، يبسط، لهب، البروج، ولم يلد. هذه الخمسة هي دي الموقوف عليها، يبقى دي بيسموها ايه؟ لا كبيرة. اكبر بقى، الاكبر اللي هو ايه، المشدد الموقوف عليه، المشدد الموقوف عليه، زي ايه، اشق، الحق. اصبر، احنا خدنا كده القاف، ما انا شغلكم معايا بقى، فاضل المفروض الايه، لا قط، ما احنا عايز الخمسه،
عايز طاء مشددة موقوف عليها، وهي بقول لك طاء مشددة موقوف عليها تقول للحج اهدى، انا بقول قطب جاد، اما هي دي زعمل ايه اللي فوق راسك ده يا محمد؟ قال له جوافة. انت عارف العملية ايه؟ واحد صعيدي بلدياتنا، ما قابله ايه؟ واحد صعيدي بلدياته، فشايل الصعيدي بلدياتنا ده شايل قفة فوق راسه مشانة كده مليانة بلح، كان لسه قطع نخلة وحاططها فوق راسه وشايلها وماشي بيها، والبلح مدلدل باين. فقابله مين؟ واحد برضه صعيدي بلدياتنا، قال له محمد، قال له ايه؟ قال له لو قلت ايه فوق راسي هديك بلحتين. فداك قاعد يفكر ويبص ويعمل كده، وبعدين قال له جوافة. يعني انا بقول قطب جاد، القاف القاف الحق. وخلي بالك ده احنا الصعايدة عندنا بلاوي سودة، حالتنا يعني ايه بنفهم متأخرين. نعم، يبقى عندي ايه؟ اشق الحق. يبقى عايز مثال طاء مشددة موقوف عليها، انا ما حضرتهاش، واحد منكم يبقى يجيبها لي الاسبوع اللي جاي، انقل الى التي بعدها، واحد يجيب لي موضع في القرآن الكريم طاء طاء في اخر الكلمة مشددة موقوف عليها. انتقل الى التي بعدها اللي هي الايه؟ قطب، قطب الباء، وتب، وتب او لا لهب، لا لهب، لا اهدي. ما يتسرعوش الصعايدة اللي زي حالاتي، ما تتسرعوش خلاص. وتب ده الاكبر. بعد كده ايه؟ الجيم، مش كده ليه؟ الحج اللي انت المثال. الحج تمشي. بعد كده ايه؟ الدال، اشد. والكلمات دي من القرآن، انا ما بجيبش كلمات من راس. اشد ايه؟ اشد ذكرى، ماشي اشد. بعد كده المتحرك ده اللي بيبقى ايه؟ يعني احنا كده عندنا ايه؟ صغير وكبير. ايه الصغير؟ الساكن، الله يفتح عليك، الساكن الموصول. طيب الكبير الساكن الموقوف عليه، الاكبر المشدد الموقوف عليه، خلاص. طيب هيبقى معانا، هم قالوا هم أربعة، اللي أصغر خالص اللي هيبقى المتحرك، أي حرف متحرك، أي حرف متحرك من الحروف الخمسة قال العلماء فيه قلقلة، وإن كانت غير ظاهرة فهي إيه؟ فهي قلقلة. زي مثلا ما نقول القمر، القاء قاء القمر، في هتشم ريحة ايه؟ ريحة قلقلة. طيب بعد كده اداء القلقلة، ودي اللي عاملة مشكلة عند الكثير. واحدة وقفت لي كده في مركز النور، مش عارف قالت كلمة كده في المركز الثقافي، مش فاكر، لو حضرتنا اقولها، اللي هي الخلافات، الخلافات اللي هي يقول لك ايه؟ القلقلة تميل الى الفتح أم تميل إلى ما يسبقها، الحركة التي تسبقها، أم إلى التي بعدها؟ الثلاث أقوال دي موجودة، الميل إلى الفتح قولا واحدا، والميل إلى الحركة التي تسبق الحرف، أو الميل إلى الحركة التي بعد الحرف. اللي بعد الحرف دي أهل الأداء رفضوها، غالب أهل الأداء، غالب أهل الأداء، يبقى خرجت دي، ما فضلش معانا الا ايه؟ الا ايه؟ الفتح، الفتح قولا واحدا، او الايه؟ الحركة. طب الفتح هما يبقى ايه؟ الفتح متفق عليه، اللي هي قبلها فتح، خلاص يبقى الاهل الكلام اللي قالوا تسبق الحركة دي يبقى متفقوا مع بعض عليه. طيب ناخد امثلة وتجرب انت مع نفسك، وبعد كده رجح
رجح في هذا الموضوع، لأن المسألة ما يعني البعض تعصب إلى الميل إلى الفتح قولا واحدا، وجي فريق آخر تعصب إلى الإيه الميل إلى الحركة التي إيه التي تسبق. خد بقى مني واسمع الأداء ونجرب مع بعضينا، وأنا محضر لك لكل حرف الثلاث حركات. هو أول حرف عندنا الإيه القاف، مش كده ولا إيه؟ عندنا القاف. طيب قاف ساكنة وقبلها فتح، يقدر. خلاص دي احنا متفقين هما الاثنين عليه، الجماعة اللي قالوا تتبع ما قبلها يبقى خلاص يقدر. هنيجي للي جاي بقى، الشغل من اللي جاي. طيب قاف وقبلها ايه ضمة، مقتدر. اسمع مني، لو انا هميل الى الفتحة يبقى ايه مق، ولو هميل الى الضمة يبقى ايه مق. انتبه معي، هي شيء بسيط. مقتدر ميلت الى الايه مقتدر. طيب مقتدر مق اهي مق مقتدر مقتدر. تذوق. طيب بعد كده هيجيني الايه الكسر، اقترب اقترب للناس حسابهم. اسمع معي، اقترب للناس حسابهم، ميل الى الايه اقترب للناس حسابهم، ميل الى الايه. انت شوف اللي يريحك في دولة، وهذا وارد وهذا وارد، ولا يتعصب احد، زي ما زمان قلت لكم في ايه من بعد ولعلنا أصلنا هذه المسألة. طيب ننتقل إلى الإيه اللي بعد القاف، الإيه قطبه الطاء. طيب طاء وقبلها فتح، يطبع. طيب قاف طاء وقبلها إيه ضم، اللي قدام مني الضم زي ايه نطفه، هاخد ضم يبقى ايه نطفه. طب هاخد فتح يبقى ايه نطفه، خلقناه من ايه من نطفه، ها يبقى ايه نطفه. ولو مش هتاخد قلقالة خلص هتبقى نطفة. تنفع؟ لا مش هينفع الحرف من غير ايه من غير قلقالة. نعم ناخد ايه بعد كده، طاء وقبلها كسر، ثانية عطفه، ثانية عطفه، ثانية عطفه، ثانية عطف. طيب أنا في أدائي أنا ولا يفرض على أحد بميل إلى الإيه بميل إلى الحركة، أنا بميل إلى الحركة التي تسبق عندي أنا. ولذلك أنا هجيب لكم مثال في كلمة فيها قراءتين، كلمة يعني باء سبقت بضم وسبقت بفتح عشان نجرب عليها عشان تحس ان انت ايه الميل. ولكن يعني هذا لا يعيب من يقرأ، يعني اي منا انت شوف اللي يجي لك ايه اللي انت مستريح له ايه، زي انا بقول لك اهو ثانية عطفه، ثانية عطى
عطى فيه عطى فيه وبعدين برضو نصحح عشان الآن خرج مني لفظ خطأ. بقول ايه؟ عطى فيه لا هتبقى دخلت انا كسرت الايه كسرت الطاء، انما عطى فيه يبقى مالت الى الكسر، عطى فيه مالت الى الايه مالت الى الفتح. بعد كده معايا حرف الايه الباء، فبعث الله غرابا يبحث، ودي اتفق الجميع عليها مش كده، يبحث في الارض، ابعث لنا ملكا، ادي الكسر مش كده ولا ايه؟ ابا يبقى راحت الى الايه ابا راحت الى الفتح، ابعث لنا انت منتبه وخد الحرف واحده واحده وجرب نفسك عليه. طب بعد كده حرف الايه لا معانا لسه الضم، عايزين ايه ايه ماشي حلوه لا تبو تبين معي لا تبلون في الميل للايه للفتح، وزيها اجتنبوا واجتباكم وكله ايه كله يمشي معانا ايه حرف الجيم مش كده، فضل الجيم ها قطب جد واجتنبوا ناخد الاول الفتح خلاص مشهد ما فيهاش مشاكل واجتنبوا كثيرا. طيب اجتباكم اجتباكم الميل الى الايه طيب الى الكسر طيب جيم وقبلها ضم برضو جاي على القراءتين يجبى إليه أو تجبى إليه على قراءة الإمام إيه على قراءة هي إيه يجبى خليطة إحنا عندنا نقرأ إيه يجبى ولا تجبى يجبى بالتاء يبقى الإمام نافع يقرأ إيه تجبى ويجبى خليط يعقلون حفظتم مش كده طيب يوجا الميل الى الايه الى من قال بالفتح قولا واحدا يجبى اليه بس خلاص ما فيش عندي طيب فاضل الايه الدال مش كده وما يدعون يدا ما فيهاش خلاف دي يدا طيب اللي فيها خلاف والبدن باء الدال سبقت بايه بباء مضمومه والبدن تبين معي الميل الى الفتح والبدن جعلناها طب الميل الى الضم والبدن جعلناها طيب بعد كده ايه اللي ايه قبلها كسر طيب ومن يرد فيه بالحاد ومن يرد فيه ومن يرد فيه بالحاد الميل الى الكسر ومن يرد فيه يبقى الميل الى الايه الميل الى الفتح عندي الكلمه اللي هي ايه ربوه
ربوة في الموضعين في سورة البقرة وفي سورة الايه المؤمنون، فيها القراءة ما حدش قرأ بفتح الراء إلا مين؟ إلا عاصم. وفي ربوة في المؤمنين، وها هنا على فتح ضم الراء نبهت إيه؟ لا ده معايا ابن عامر، وابن عامر يقرأان إيه؟ ربوة. وآويناهما أو كمثل جنة بربوة، بربوة عندي فيها إيه؟ براء وبرو. يبقى من قال بالفتح خلاص ما تستد الاثنين تتساوى عنده، اما من قال بالايه بالاتباع، ما احنا عندنا ايه من قال بالفتح قولا واحدا، الميل الى الفتح قولا واحدا، ومن قال بالاتباع. الاتباع اي تتبع ما قبلها من الحركة، الباء تتبع ايه؟ تتبع قبلها من الحركة. وما تصعبش المسألة على نفسك، خلي بالك القلقلة هتخرج غصب عنك. مالت الى الفتح مالت الى الكسر، المهم ان انت ايه؟ المهم ان انت قلقلت. وما نصعبش المسألة ويجي لك واحد يقعد لك ايه قول لي انت قرأت ايه بربوة ولا بربوة؟ ما هو ايه صاحب الضم. وآويناهما الى ايه؟ الى ربوة، الى ربو. يبقى الميل الى الايه؟ الضم. طيب التاني ايه؟ ربو. وآويناهما الى ربوة، الى ربوة. انتوا عارفين الجماعة اللي بيختلسوا، اللي لسه قايلها من شوية، في اللي بيختلسوا اياك نعبد واياك نستعين، اهو بيقلقل الدال بس بيميلها للايه؟ للضم. تلاقي كده يقرأ ايه؟ إياك نعبد وإياك نستعين، كأن الدال عنده إيه؟ مقلقلة، الدال ساكنة، وهو بس ميلها إيه؟ خد بقول من قال إيه؟ الحمد لله إنه خد بقول من قال بالميل إلى الإيه؟ الميل إلى الضم، لأنه لو قال إيه؟ لو أخذ بقول من قال بالميل إلى الفتح يبقى ما هي بطلة. لا ده هي بطلة، ده إلا الفاتحة ده هو خلاص هي بطلة. إنما ولو قال إيه؟ إياك نعبد وإياك، خد بالك، إياك نعبد وإياك، يبقى الميل إلى الإيه؟ إنما هو عملها كده، إياك نعبد وإياك نستعين، يبقى المسألة لا تصعب. الميل إلى الفتح قولا واحدا في سواء سبقت بفتح أو كسر أو ضم أو الإتباع، هذا جائز وهذا جائز، وما لناش دخل باللي إيه؟ نعم، أصلي ما فيش حاجة اسمها عدم الحركة، لأن القلقلة الاهتزاز هيدي حركة، التحريك هيدي حركة. أصلي اسمعني، أصلا أنا لو قلت إيه؟ قل هو الله أحد، أحد في ميل، انما عدم حركه خالص يبقى احد وما طلعش الدال، الفلق وما طلعش القاف، وتب وما طلعش، لان القلقله تحريك اهتزاز بتحرك الحرف، فهو مايل لحاجه من الاثنين دون ان تدري، هو غصب عنك مايل الحرف. الحرف لما نقول بعدم الاماله قل هو الله أحد أدى، أنت هتلاقي في الآخر النهاية مش نهاية سكون، النهاية في شيء عند علماء الأصوات. طيب خلي الأسئلة بعدين بقى. طيب صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد، خلاص خلصنا من القلقلة كفاية كده، قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما صفة اللين، خلصنا من صفة القلقلة وتكلمنا في صفة القلقلة، القلقلة اللي هي حروف قطب جد وأخذنا الأداء فيها، واللين اللي هي آخر البيت، واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما، نفتح القوس من عند إيه؟ واللين ويغلق عند قبلهما. قال
الإمام الأنصاري رحمة الله عليه، واو وياء سكن وانفتح بألف الإطلاق، أي وانفتح ما قبلهما، نحو خوف وبيت، وسمي وبرضو زيها شيء سوء، بس دي بعد منها ايه؟ بعدها ايه؟ بعدها همزة. وسمي بذلك لأنهما يخرجان في لين وعدم كلفة على اللسان، بيت حاجة سهلة فيها الصعوبة، خوف سوء شيء، الكلام على الياء مش على الهمزة، خلاص، وعدم كلفة على اللسان كما مر. وأجرى بعضهم حرفي اللين مجرى حروف المد واللين، حتى إذا وقع بعدهما ساكن لوقف أو إدغام جاز المد والقصر والتوسط. وطبعا احنا عندنا، ما احنا عندنا ورش بياخد مد اللين وما بيقلش عن عنده عن ايه؟ عن أربعة. إن الله على كل شيء قدير، سوء، وفي واو سوءات خلاف لورشه. طيب ده كلام ايه؟ كلام الشيخ الأنصاري. في بعض العلماء حط فروق بين الايه؟ بين حرفي اللين وبين حروف المد. طبعا احنا عندنا حرفي اللين واو وياء سكنا وانفتح قبله، الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، دي بيسموها حروف ايه؟ حروف لين. اما مد ولين، مد ولين اللي هي ايه؟ التي يسبقه ما يجانسه من الحركة، بني اس سبقت الياء بإيه؟ بنو اس سبقت بإيه؟ بس هي كده، منتبهين معي؟ دي اللي بيسموها. والألف طبعا الألف محال أن تسبق بغير الإيه؟ بغير الفتح. من الفروق قال بعض العلماء، قالوا حروف المد يعني فيها سعة للمخرج، أما حروف اللين فيها ضيق في المخرج شوية، مش هناك ديك حروف مد إن الهواء إيه تنتهي في مفتوح لها السكة. أما حروف الإيه؟ أما حروف اللين ففيها ضيق، خوف بيت. قالوا إيه كمان؟ قالوا إني حروف الايه؟ المد صوائط، صوائط كاملة. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده على الايه؟ الصوائط والصوامت. الصوائط اللي هي ايه؟ الحركات، والصوامت اللي هي الحروف. قالوا بقى حروف اللين انصاف، انصاف ايه؟ صوائط، لان الـ المد حركات حروف المد الثلاثة زيهم زي الحركات عند ايه؟ عند بعض العلماء. المد حروف المد لا يدغم فيها، حروف اللين يجوز الايه؟ الادغام فيها. ثم قال رحمة الله عليه، والانحراف صحح في اللام والراء، والانحراف صحح في اللام والراء، اللام والراء صفة دي اسمها صفة الايه؟ صفة الانحراف، جاءت في حرفي الايه؟ اللام والراء. هنشوف ايه الانحراف. قال الامام الازهري رحمة الله عليه، افاد ان اللام والراء يوصفان بالانحراف الذي هو لغة الميل، وإنما يقال لهما ذلك لانحرافهما عن مخرجهما حتى يصل مخرج غيرهما. ده احنا هناخد في كلام مكي ده كمان، ينحرف عن الصفة، انحراف عن المخرج وانحراف عن الصفة،
بس الشيخ هنا الأزهري اختصر على الانحراف على الايه؟ المخرج. وذلك أن اللام فيه انحراف إلى طرف اللسان. اللام الانحراف إلى طرف اللسان وهناخدها واضحة. والراء فيه انحراف إلى ظهره، إلى ظهر الايه؟ إلى ظهر اللسان. وميل قليل إلى جهة اللام، ولذلك يجعلها الألثغ لاما. الراء بتميل إلى اللام، والنون بتميل إلى الإيه، واللام تميل إلى النون. هناخد الكلام ده. هو فعلا اللي عنده لثغة بينطق الراء إيه؟ الراء لام. يعني تجد الحروف عنده. ولذلك في جماعة كانوا، في واحد حبوا هو ألثغ، فكتبوا له خطبة كده عشان يقولها. أمر أمير الأمراء بحفر بئر في الصحراء ومش عارف ايه شغلانة كده. فهو بس هو طلع الخطيب ذكي فحول هذا الايه، وحكم حكيم الحكماء أو غير هذا. يبقى عندنا ايه؟ أر، هتلاقي يقول لك ايه؟ ال. تلاحظ انت، حتى انا فاكر كده واحنا اطفال كان لنا واحد صديقنا، كان كل الراجل ده صديقي اللي هو الألثغ ده، كل عياله يتولدوا كل عياله. فالراجل كان عامل لهم تدريب يومي، خلي بالك ممكن الألثغ ده يتدرب عليها. قال العلماء، حتى علي الفارسي قال يضع ذبابة القلم تحت لسانه ويعود نفسه عليها. فكان عم بدوي الله يرحمه كان يجمع الأولاد في اليوم 3-4 مرات ويديهم ايه؟ درس عشان ايه؟ يحولوا اللام الى راء. فهو يقول يلا يا أولاد، عصفورة طلعت على الشجرة قلت لها ور ما ورورتش. وهو طبعا كان شرقاوي. يجوا الأولاد يقول لك ايه؟ عصفولة طلعت على الشجر على الشجلة قلت لها ول ما ولولتش. قلت لها ور ما ورورتش. شوف هو عمال يكرر الراء، اديله تكرار زيادة. الولد اللي عندك ايه؟ قوله ريبيتير تيربيان، اديله ايه؟ خليه يقعد يكرر كده. قلت لها ور، يقول لك قلت لها ول، لا تفضل وراه لما تخلي لسانه ايه؟ يستقيم. يبقى اذا اللام الراء تنحرف انحرافها ايه؟ والانحراف صحيح في اللام والراء، انحراف الراء الى اللام وانحراف اللام الى النون. هناخد الكلام ده مع كلام الشيخ الايه؟ الشيخ الانصاري. قال الانصاري رحمة الله على الجميع، في اللام والراء بترك الهمز للوزن. خلي بالكم احنا بنقرأ ايه؟ والانحراف صحيح في اللام والراء، ما بنقولش في اللام والراء عشان خاطر يستقيم معنا الايه؟ لاستقامة البيت. لان احنا عندنا هناك ايه؟ واو وياء ساكنا وانفتحا قبلهما، والانحراف صحيح في اللام والراء وبتكرير جعل. في اللام والراء، ما بقولش في اللام والراء خلاص اتكسر البيت معاك، في اللام والراء وبتكرير جعل. يبقى الإمام الأنصاري رحمة الله عليه نبه على هذا بقوله في اللام والراء بترك الهمزة للوزن، بترك الهمزة للوزن. والانحراف لغة الميل، سمي حرفاه منحرفين لانحرافهما إلى طرف اللسان، إلا أن الراء فيها انحراف قليل. الراء فيها انحراف إيه؟ قليل. ده كلام مين؟ كلام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. الشيخ مكي رحمة الله عليه قال، ده له كلام في صفة الانحراف، كلام طويل. قال حرفا
الانحراف وهما اللام والراء، وإنما سمي بذلك لأنهما انحرفا عن مخرجهما حتى اتصلا بمخرج غيرهما، وعن صفتهما. أدي الجديد أهو، هناك احنا خدنا الانحراف عن الإيه؟